وتتواصل الحملات الانتخابية عبر مختلف ولايات الجمهورية، حيث عقد حزب حركة النهضة اجتماعا شعبيا في سوسة، في حين التقى حزب التحالف الديمقراطي بالمواطنين في مدنين. أما الحزب الجمهوري فقد عقد اجتماعا شعبيا للتعريف ببرنامجه الانتخابي في بن عروس، وكان لحركة الشعب لقاء بأهالي قبلي للسبب نفسه. اجتماع شعبي بالميناء سوسة، أشار رئيس حزب حركة النهضة رشد الغنوشي إلى وجود قواسم مشتركة بين الأحزاب من شأنها توفير وضعية وفاقية ستبرز بعد الانتخابات لتشكل المشهد العام لمجلس الشعب. برامج الأحزاب رغم خصوصياتها، ولكن هناك مشتركات كثيرة بين الأحزاب، فعندما تفضي الانتخابات إلى وضع يقتضي حكما وفاقيا، سيجلس الذين سيصنعون الوفاق إلى بعضهم ليستخرجوا من بين برامجهم ما هو مشترك، وسيجدون مشتركات. التحالف الديمقراطي بمدنين اختار أن تكون حملته الانتخابية من معتمدية بن جردان، حيث التقى أعضاء الحزب بالمواطنين مباشرة في أماكن متعددة من المنطقة للتعرف على أهم مشاكلهم وأبرز مشاغل الجهة. البرنامج متاعنا احنا مترشحين على ولايه منين، دونك باش نسعوا الى خلق التنميه ومواطن الشغل، معناها كل البرامج الاساسيه معناها اللي لازمها الدوله تقوم بها في منطقه في ولايه منين. الحزب الجمهوري عقد اجتماعا شعبيا ببن عروس، قدم من خلاله برنامجه الانتخابي الذي يقوم على محورين اثنين، الاول ذات وجه وطني والثاني ذات وجه جهوي. احنا عندنا قائمات نابعه من جهاتها، ما عندناش قائمات انتخابيه جات على اساس البهرج او على اساس المصلحه الذاتيه او الخاصه، هي قيادات نابعه من جهاتها، دونك تعرف جهاتها، وعندنا برامج محدده واقعيه وقابله للتحقيق ان شاء الله بتوفر الاراده السياسيه. حزب حركة الشعب توجه إلى السوق لحد بقبلي للتعريف ببرنامجه الانتخابي. اللقاء تناول العديد من المشاغل التي يواجهها المتساكنون. جينا باش ننصفوا الفلاحين ونسويوا أراضيهم العقارية، باش نحلوا لهم مشكلة المياه، جينا باش نحلوا مشكلة الصحة لأنه الوضع الصحي في جهة قبلي لا يليق بكرامة الإنسان، جينا لشباب قبلي باش نحاولوا مع بعضنا نجدوا حلول لأزمة البطالة، يعني في قبلي أعلى نسبة بطالة موجودة في شباب خاصة يعني اللي حاملين الشهادة العليا. نسق تصاعدي تعيش على وقعه الحملة الانتخابية التشريعية، لتتعدد اللقاءات والاجتماعات والتنقلات عبر مختلف ولايات الجمهورية في مسعى لإقناع الناخب بالتصويت، وذلك على ضوء ما تم تقديمه من وعود وبرامج انتخابية. في اليوم الثامن من انطلاق الحملة الانتخابية في الداخل، تواصل الأحزاب السياسية تقديم برامجها الانتخابية في مختلف جهات البلاد، سعيا منها لكسب مزيد من أصوات الناخبين لحسابها. برامج انتخابية متنوعة ووعود متعددة بغية كسب ود الناخب التونسي الذي سيكون صوته الفيصل في حسم نتائج الانتخابات. في جابس عرض رئيس قائمة حركة وفاء نزار النوري برنامج قائمته الانتخابي الذي يعمل وفق تعبيره على إنقاذ الجهة من مشكلة التلوث والنهوض بقطاع الصحة. مشكلة التلوث يجب معالجتها معالجة ذرية بنقل المجمع الكيميائي التونسي خارج مدينة جابس. وضع الصحي المتردي جدا بجهة جابس من غياب مستشفيات، غياب بنية تحتية، تجهيزات وإطار طبي وشبه طبي، هذا زاد يلزنا باش نخدموا على النقطة هذه. في جندوبة قدم رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس كمال العيادي برنامج قائمته الانتخابي، والذي ينطلق على حد تعبيره من خصوصيات الجهة ليطرح بدائل اقتصادية تخرج المنطقة من كلفة نزوح أهاليها. جندوبة باعتبار أنه الولاية اللي تخسر سنويا مواردها البشرية سوف لن تكون قادرة على أن تتولى وأن تمسك زي أمورها بنفسها، جندوبة قادرة أن تكون فيها كل أنواع الأنشطة الاقتصادية من صناعة من يعني سياحة. من جهته أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي سالم الشايبي عن الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية لحزبه، وقدم برنامجه الانتخابي، والذي قال إنه يرتكز أساسا على تطوير البعد الأمني في مفهومه الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية. أولوياتنا هو المنادات طبعا إنشاء وكالة قومية وطنية للأمن القومي والأمن الوطني، تعمل دراسات الاستراتيجية والاستراتيجية، ثم توفير طبعا العدالة الاجتماعية، وكذلك الإطار هذا هو يوفر المناخ الاقتصادي والمناخ الخدماتي.
أما حزب الحداثة فقد اختار منطقة سيدي عمر أبو حجلة من ولاية القيروان ليبدأ حملته الانتخابية ويقدم برنامجه الذي يرتكز حسب رئيس الحزب عبد الرؤوف البعزاوي على النهوض بقطاع التعليم. هو الانطلاق من الحاضر نحو المستقبل، لا حتى لا نكون مضويين وحتى نكونوا فاعلين فعلا، وأن ناخذ علاش قلت أول عنصر هو التعليم، لأن وقت اللي نكون عندنا العلم نجموا نحلوا مشاكلنا ونجموا ننطلقوا انطلاق صحيح. برامج انتخابية متنوعة ووعود انتخابية متعددة بغية كسب ود الناخب التونسي الذي سيكون صوته الفيصل في حسم نتائج الانتخابات. وبالتوازي مع حملات الأحزاب تتصاعد وتيرة نشاطات القائمات المستقلة التي تقدم في أشكال مختلفة برامجها الانتخابية. من هذه القائمات قائمتا عدالة وسلام وائتلاف الشعب يريد بتطاوين وقائمة حماة الوطن بمدنين. القائمة المستقلة عدالة وسلام كان لرئيسها وأعضائها لقاء مع المواطنين في تطاوين لتقديم برنامجها الانتخابي الذي تدخل به سباق الانتخابات التشريعية. إرساء الثقة بين المواطنين، إرساء العدل، إرساء السلام، إرساء الحرية في المناخ الطيب هذا كي نرسوه نجم نقدمه، نحلوا مشاكل البطالة، نحلوا مشاكل الأمن، نحلوا مشاكل الانقطاع التعليم. وفي التطاوين تحول رئيس قائمة ائتلاف الشعب يريد وأعضاؤها إلى بعض الفضاءات العامة للتعريف بالقائمة وببرنامجها الانتخابي. وإن نحن أول شيء ندعو إلى تشغيل شباب الجهة في استغلال ثروات البلاد النفطية والغاز وبقية الثروات الموجودة بالجهة، ثم ثانيا الدعم وتطوير معناه بصفة تكنولوجية والمنطقة الصناعية بتطاوين. القائمة المستقلة حماة الوطن بولاية مدنين افتتحت حملتها الانتخابية باجتماع شعبي قدمت من خلاله لأهالي الجهة الخطوط العريضة لبرنامجها الانتخابي. من أهم طموحاتنا أن منفذ جرجيس البحر يصبح منفذ دولي وتأتيه الشاحنات سواء شاحنات نقل الركاب والسيارات أو شاحنات السلع. أيضا من أهم مطامحنا أن معبر رأس جدير يصبح معبر تنمية ليس فقط معبر للأشخاص. 335 قائمة مستقلة في الداخل موزعة على 27 دائرة انتخابية تتصاعد وتيرة نشاطاتها من أجل الفوز بمقاعد في المجلس النيابي القادم.